السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين طلاب الثانوية العامة. ايه ده رجالة؟ ده احنا النهاردة معانا مفاجأة جامدة جدا. يحبوا معايا مع مين بقى؟ عم الناس مستر جينو الناس والله. نجم اللغة الإنجليزية على التيك توك منورنا النهاردة في الاستوديو. حبيبي الغالي عامل ايه؟ أخبارك يا ريس؟ منور الدنيا كلها. نجم التيك توك في اللغة الإنجليزية. بص جاي النهاردة بقى ايه؟ تركية كده في اللغة الإنجليزية على القناة بتاعتنا. ماشي هنقول لكم أنا تركتين صغيرين أهو تمام؟ بص يا باسم خليني هنا كده مثلا احنا دلوقتي في فعل بيبقى في اللغه الانجليزيه الفرق ان انا ما افرق بين كلمه advice تمام وامتى افرق بين advice مين فيهم اللي نصيحه ومين فيهم اللي ينصح يعني لو فضلت من هنا ليوم القيامه هتتلخبط فيهم انا هتلخبط فيهم انا اعلمك حركه حلوه قوي دلوقتي advice دي اخرها ايه اس هتعمل كده ين صح هقول لك دلوقتي ديت نصيحه اعمل فيها اللي انت عايزه بص خبطني على دماغي مليون في المية هفتكرهم ليه بقى بالطريقه الحلوه انا ولاد ده حرف الايه الاس ده حرف الايه الحاء ده حرف الايه الحاء عامل كده ده حرف الايه السي فهنا الاس شبه الحاء المقلوبه وهنا السي شبه الحاء المقلوبه يبقى هنا نصيحه فجاي من السي هنا وهنا ينصح اللي هو الحاء جاي من الاس هنا حركه صايعه مستر جينو بيقول انجليزي شغل جامد جدا من الاخر نقطه ثانيه ولا ماشي خلاص كده بص لا عايز نصيحه ثانيه جايب فلوس لا ناخد معلومه ثانيه جايب فلوس طيب يعمل له مستر جينو صفحه جديده طيب ثواني كده مستر طيب يا ريس تعالى لينا بس كده استفادوا من الخبرات دي معلومات جامده جدا معلومات التيك توك بص يا سيدي في عندك مثلا دلوقتي ان الفعل اللي هو المضارع البسيط بيتحط له اس او عندك اي اس او اي اي اس احنا كلنا عارفين الاس وعارفين الاي اس الاي اس بيتحط له امتى لما يكون عندك اس اتش سي اتش اس اس او اكس يعني الفعل لما يكون اخره اس اتش او سي اتش او اس اس او او اكس طيب انا دلوقتي عايز افتكرهم ازاي مثلا فعل زي ووش عندك ووتش مثلا عندك باس دو فيكس ايا كان عايز افتكرهم شفت انت لما بتسكت على الصغير بتقول له ايه هش هس لاجيب لك الاوكس يعني اسكت لاجيب لك التور ينطحن فهنا دلوقتي هش اللي هي السي اتش وهس اللي هي الاس اس والاوكس اللي هو التور هتفتكرها من غير ما تعمل اي حاجه دول اخرهم بتحط لهم اي اس بس ثواني بس يا ام سعيد مع مين كل دول مع المفرد اوعى يا واد تغلط وتحطهم مع الجمع الجمع ده على الله حكايته هو بيبقى لوحده بس شفت بقى الانجليزي سهل ازاي نشكر يا جماعه مستر جيو نورنا النهارده في حبيبي يا حبيبي يا مستر